هزا انفجاران يعنفان منطقة العذرة وسط مدينة حجة، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة 19 آخرين، اثنان منهم حالتهم حرجة. وذكر مراسلنا أن الانفجارين استهدفا دورية أمنية في الشارع العام، إلا أن الإصابات وقعت في المارة. وبحسب الأجهزة الأمنية فإن الانفجارين نتجا عن إلقاء قنابل على الدورية، ومن ثم أعقبها إطلاق الرصاص مباشرة على الدورية. هذا ولا تزال